التحكيم ومدير الساحة. Last class for today, the 10th and section C, stallions 4 to 6 years old. إذن نبدأ ونستقبل أولى الفحول على أرض الميدان للبدء بالعرض الجماعي للفئة العاشرة جيم فحول أعمار 4 إلى 6 سنوات. العرض الختامي لليوم ما قبل الأخير في بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية كحيلة 2022. And now we will start group show, stallions 4 to 6 years old, section C. إذن هذا هو العرض الجماعي لفحول أعمار 4 إلى 6 سنوات. نودع هذه الفئة بالعرض الجماعي. غدا ستكون الفئة أكبر عمرا وأكثر حماسة وأكثر منافسة. الآن في هذه الفئة ختامية اليوم ما قبل الأخير نرى الشخصيات المختلفة على أرض الميدان للعرض أمام لجنة التحكيم. كل فحل لديه عنفوان وشخصية وكاريزما مختلفة عن الفحل الآخر نراها الآن أمام أعيننا السادة المشاهدين والسادة الحضور. من سيحصل على المركز الأول في هذه الفئة؟ كما رأينا ذكر الخيل يتردد على ألسنة الشعراء الفرسان في القصص والأخبار في العصر الجاهلي، كذلك بقي ذكر هذا الجواد العجيب يتكرر ويتردد على ألسنة الكثير من شعراء العصر الإسلامي والدولة الأموية ويحوز على الألباب والعقول في كل عصر. كل التوفيق للمشاركين في هذه الفئة.
Good luck, handlers. إذن تغادر الفحول أرض الميدان للبدء في العرض الفردي. So we will start now individual show for stallions 4 to 6 years old section C. Good luck. الآن سوف نبدأ العرض الفردي لفحول أعمار 4-6 سنوات القسم جيم. كل التوفيق. Thank you, handler. Next, please.
Thank you, handler. Next, please. Next stallion in. Good luck. إذن نتيجة الفحل رقم 335 أمير الريح الأب فادي الشقب، الأم زهيرة الزبير، المالك حمد عبد الله المناعي مربط الريح، ويا هلا ومسهلا بهالقطر. النوع 19 20 بعد 20 19 ونصف الرأس والعنق 19 ونصف 20 20 20 19 ونصف الجسم وخط الظهر 18 18 ونصف مرتين 17 ونصف 18 القوائم 16 15 ونصف 15 14 ونصف 15 ونصف الحركة 18 ونصف ثلاث مرات 18 19 مجموع النقاط لأمير الريح 91.30 برافو. توتال بوينت فور أمير الريح 91.30. نتيجة جميلة للبدء في هذه الفئة. Next stallion in. Good luck. إذن نتيجة الفحل رقم 336 رزام الخالدية للأب الباتشو فو والأم ميرا الخالدية، المالك محمد القرشي الراقي للخيل العربية الأصيلة المملكة العربية السعودية. النوع 18 ونصف من جميع الحكام الرأس والعنق 18 ونصف أيضا من جميع الحكام الجسم وخط الظهر 18 17 17 ونصف ثلاث مرات القوائم 16 15 ونصف أربع مرات الحركة 18 ونصف من جميع الحكام مجموع النقاط لرزام الخالدية 88.60 total point for رزام الخالدية 88.60 and you can see the result on the screen. Thank you, handler. Next, please.
نيك ستالين إن جود لك. إذن نتيجة الفحل رقم 339 شيلا سون إيلانجتون النوع 19.5 19 4 مرات، الرأس والعنق 19.5 18.5 19 مرتين 18.5، والجسم وخط الظهر 18 17.5 18 3 مرات، القوائم 16 15.5 16 15.5 مرتين، الحركات 19.5 18.5 مرتين 19 مرتين. مجموع النقاط لشيلاسون ألينجتون 90.50 total point for شيلاسون ألينجتون 90.50 and you can see the result on the screen. Thank you handler. Next please. إذن نتيجة الفحل رقم 340 جموح الهنا النوع 19 18.5 مرتين 19 مرتين، الرأس والعنق 19 مرتين 18.5 19 مرتين، الجسم وخط الظهر 17.5 مرتين 18 3 مرات، القوائم 16 15.5 3 مرات 15، الحركة 19 18 3 مرات 18.5. مجموع النقاط لجموح الهنا 89.30 total point for جموح الهنا 89.30. ولا زال أمير الريح يحلق في القائمة بالمركز الأول حتى الآن. So أمير الريح takes on the lead until now with a score of 91.30. So score to beat 91.30.
إذن نتيجة الفحل رقم 341 غزال ال ان جي الثاني. النوع 19 19.5 3 مرات 19، الرأس والعنق 19 19.5 19 ثلاث مرات، الجسم وخط الظهر 17 17.5 أربع مرات، القوائم 15.5 مرتين 15 مرتين 15.5، الحركة 19.5 19 19.5 مرتين 19. مجموع النقاط لغزال ال ان جي الثاني 90.40 توتال بوينت فور غزال ال ان جي الثاني 90.40. As you see the result on the screen، النتائج على الشاشة. Thank you, handler. And next, please. This program is offered by... Next, stallion in. Good luck. Thank you, handler. Thank you, judges. Thank you, ringmaster. إذن نتيجة الفحل الرشيم الرحبة. النوع 19 18.5 19 3 مرات، الرأس والعنق 19 18.5 19 مرتين 18.5، الجسم وخط الظهر 17.5 أربع مرات 18، القوائم 16 15.5 15 3 مرات، الحركة 19 18.5 19 18 18.5. مجموع النقاط للرشيم الرحبة 89.20 توتال بوينت فور الرشيم الرحبة 89.20.
إذن النتيجة الأخيرة مشعل AM، النوع 19.5 19 19 19 مرتين، الرأس والعنق 19.5 19 مرتين 19.5 19، الجسم وخط الظهر 17.5 18 4 مرات، القوائم 15.5 14.5 3 مرات، الحركة 19.5 مرتين 19 3 مرات، مجموع النقاط لمشعل AM 90.20، total point for مشعل AM 90.20. إذن النتائج، إذن المركز الأول بنتيجة 91.30 أمير الريح للأستاذ حمد المناعي مربط الريح، ألف مبروك. المركز الثاني بنتيجة 90.50 شلاسون ألنجتون للأمير عبد العزيز بن مساعد بن سعود آل سعود، ألف مبروك. المركز الثالث غزال ال ان جي الثاني بنتيجة 90.40 مربط المجد للخيل العربية الأصيلة، ألف مبروك. المركز الرابع مشعل اي ام بنتيجة 90.20 أستاذ صالح الوابل، ألف مبروك. المركز الخامس جموح الهنا بنتيجة 89.30 الأستاذة الجميلة هناء حجار مربط الهنا، ألف مبروك. Congratulations for the first place goes for أمير الريح، second شلاسون ألنجتون، third غزال ال ان جي الثاني، fourth مشعل اي ام، fifth and last جموح الهنا. Congratulations. إذن يتوج هذه الفئة مشكوراً الراعي البلاتيني مربط الريان بالنيابة عنه الأستاذ محمد الكعبي. So prize giving by Mr. محمد الكعبي الريان stud the platinum sponsor for this championship كحيلة. إذن نبارك لجميع الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى منذ انطلاق بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية كحيلة، ونراكم بإذن الله غدا في اليوم الأخير لهذه البطولة التي لطالما استمتعنا بها في النسخة الأولى، والآن يتكرر بالمتعة في بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية كحيلة 2022.